تتواصل أعمال الطاولة المستديرة في يومها الثاني، حيث تخللت أعمالها عدة مداخلات من قبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ونظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد وممثلي عدة دول صديقة لتشاد، حيث اجتمعت على تقديم الدعم والمساندة المالية لتشاد لتنفيذ خطتها التنموية. محمد حسن عبد الرسول والمزيد. بحضور الزوج الرئاسي إدريس ديبي إتنو وسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو وفخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، بدأت رسميا أعمال الطاولة المستديرة لحشد الموارد المالية للخطة الوطنية للتنمية من عام 2017 إلى 2021. في مستهل أعمال الطاولة المستديرة تحدث رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب الذي رحب بالحضور مؤكدا دعم فرنسا اللامحدود لتشاد متمنيا كل النجاح للخطة الوطنية للتنمية في تشاد، وقال إن تشاد تواجه تحديات كبيرة من منطلق موقعها الجغرافي كالأوضاع في ليبيا ودارفور وإفريقيا الوسطى والنيجر والكاميرون، وإن الحكومة التشادية بذلت تضحيات كبيرة لمواجهة الحركات والتنظيمات الإرهابية كبوكو حرام، وقال إن الحكومة الفرنسية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم وتضاعف مساعداتها المالية لتشاد من أجل نجاح الخطة الوطنية للتنمية عبر دعم هيكلة الإصلاحات الإدارية، وإن حصة فرنسا المالية لتشاد ستضاعف في العامين القادمين وتعزيز التعاون الأمني ومحاربة ظاهرة الهجرة والإرهاب سويا، وقال إن تشاد تلعب دورا محوريا في الأمن الإقليمي، فإن فرنسا وتشاد بالرغم من البعد الجغرافي إلا أن البلدين تربطهما علاقات أخوية ودية بين الشعبين والبلدين. في خطاب رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية محمد ولد عبد العزيز ثمن بعواصر علاقات الأخوة والمحبة التي تربط انجمينا بنواكشوط، وأضاف بأن تشاد وموريتانيا لديهما استراتيجية ومقاربة أمنية واقتصادية، وأن حضوري في عمل الخطة الوطنية للتنمية في تشاد يترجم مدى الأهمية التي تليها موريتانيا للشعب والحكومة التشادية، وقال إن تشاد لعبت دورا محوريا في مواجهة التهديدات الإرهابية في القارة الإفريقية مناشدا شركاء التنمية والمؤسسات الدولية بدعم تشاد ماليا وفنيا في نجاح الخطة الوطنية للتنمية، وقال إن الرئيس إدريس ديبي إتنو لديه الرغبة الصادقة والحنكة والخبرة في بسط السلام والاستقرار في المنطقة، وإن تشاد تستحق ذلك. عقب ذلك جاءت الخطابات والكلمات اتباعا من قبل ممثلي الدول والحكومات والمنظمات الدولية التي تعهدت الدعم والوقوف مع الشعب التشادي في تنفيذ أجندة الخطة الوطنية للتنمية في تشاد من عام 2017 إلى 2021. في خطابه الافتتاحي لأعمال الخطة الوطنية للتنمية أشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عن امتنانه وشكره العميق باسمه وباسم الشعب التشادي لأخيه رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية محمد ولد عبد العزيز لحضوره شخصيا هذا الحدث الكبير بالنسبة لتشاد والتشاديين والوقوف معنا، وهذا يؤكد مدى تماسك إفريقيا بتقاليدها. كما شكر رئيس الجمهورية ممثلي رؤساء الدول الصديقة والشقيقة لتشاد على حضورهم ومشاركتهم، كما عرب رئيس الجمهورية عن شكره للبلد المضيفة لهذا الحدث فرنسا عبر رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فليب، شاكرا جميع الشركاء والمانحين من القطاعين العام والخاصة على مشاركتهم الفاعلة والمناقشات البناءة خلال يوم أمس. وأضاف بأن انعقاد هذه الطاولة المستديرة تأتي في ظروف صعبة، حيث أن تشاد تواجه وضعا اقتصاديا صعبا وكذا ظاهرة الإرهاب. كما تعلمون فإن الحكومة التشادية تبذل جهودا كبيرة في مجال الأمن وحماية اللاجئين والنازحين. هذا النضال استمر لمدة 4 أعوام، حيث كلفت هذه التحديات تشاد 250 مليار فرنك صفة. لذا فإننا ندعو الدول المانحة والصديقة لدعمنا فعليا وليس بالقول وحده. قد شكرونا كثيرا وحان الوقت لدعمنا ماديا وفنيا، وقليل من المال خير من الأقوال والوعود. وإذا تركت تشاد تواجه الأزمات فإن هذا سيهدد أمن المنطقة بأسره، لأن تشاد هي بوابة وصمام الأمان لكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار القارة الإفريقية والعالم. إن دعم تشاد يعني دعم الاستقرار في المنطقة، وهذه المساعدات ليست هبة ولا تسول في سبيل الله، بل من أجل مصلحة القارة ودول العالم. وإن الخطة الوطنية التي شارك في إعدادها جميع الشعب التشادي من قطاعات مدنية وشعبية ومؤسسات دينية وبرلمانية هي ثمرة وجهود الأمة التشادية، وإن هذه الخطة لها 4 محاور أساسية، هي تعزيز الوحدة الوطنية، تعزيز الحوكمة وهيبة الدولة، تطوير اقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، تحسين مستوى الحياة السكانية. هذه هي المحاور الأساسية للخطة الوطنية للتنمية في تشاد، وإن الحكومة التشادية قد وضعت الأحكام الدولية الضامنة للاستثمار عبر الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار والتصدير، حيث أن الحكومة قامت بتسريع الإجراءات المنظمة الإفريقية للمعايير الاستثمارية، كما أن الحكومة التشادية ستضع لجنة بالتنسيق مع شركاء من أجل المتابعة والتقييم لهذه المشاريع والبرامج، وإن القيمة الإجمالية لتنفيذ هذه الخطة تقدر بأكثر من 5000 مليار فرنك صفة، وإن الموارد المتاحة حاليا هي 2000 مليار فرنك صفة، ونحتاج إلى 3000 مليار فرنك صفة
إذا فإننا نعول على دعم شركائنا للوصول إلى تحقيق أهداف الخطة. إذن بهذا الخطاب الافتتاحي لعمال الطاولة المستديرة حول الخطة الوطنية للتنمية، فقد وضع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو النقاط على الحروف، وقال إن تشاد هي صمامة الأمان لإفريقيا وللعالم، لذا فإن على الشركاء أن يقولوا ويفعلون، يريد التطبيق وليس الأقوال من دون تطبيق. فإذا هذه الخطة الوطنية كانت واضحة المعالم وكانت هي خطة عملية، لذلك فخامة رئيس الجمهورية ناشد الجميع بالمساهمة من أجل إنجاح هذه الخطة الوطنية. من باريس للهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، محمد حسن عبد الرحمن. ونبقى مع أعمال الطاولة المستديرة المنعقدة بالعاصمة باريس، وبعد طرح المشاريع التنموية المقدمة من قبل الجهات والشخصيات التشادية المشاركة، تم العرض والمناقشة لإقناع المانحين بتقديم الدعم والمساندة المالية اللازمة. محمد حسن عبد الرسول. الثروة الحيوانية يلعب دور كبير في الاقتصاد البلد، فكل المجال مفتوح لرجال الأعمال وللشركاء الفنيين اللي عندهم أمل للتعاون مع تشاد أن يخدموا في مجال الثروة الحيوانية، لأن الثروة الحيوانية طبعا ما يخص المجال الاقتصادي هو الرمز بمعدن البترول اللي يساعد في تنمية الاقتصاد التشادي. طاب روندا اليوم نقوله بجد نجاح كبير. الناس اللموا هنا اليوم، خلي الناس البرة التجار التشادين كله قريب 300 تاجر تشادي وصل اليوم هنا، خلي التجار الجميد برة، تجار من فرنسا جايين من الدول العرب وداين من أمريكا، يوصف قدر التشاد عندها مستقبل كبير اقتصادي، والاستثمار ما يكون إلا بتنظيم، والتنظيم الحسة قمت بدت فوق التشاد يخلي الناس يستثمروا كثير ويجوا كثير من برا. علينا شاركنا يعني جينا للأول علينا في بناء تحتية، حسة قلنا النظام غير، الدولة ذاتها يدور المقدمة، قلنا هل ندخل في الإقل كثير ما لا باش. عندنا بروجي تنين، أول بروجي عندنا ندور نأسامبلي إزين هنا assemblage, هنا climatisation, congélateur, frigo, tout ce qui est électroménager. بل عام ندورو نحطو في تشاد إيزين دا. بدل ما نجيب ماتيريال من خارج نانستالي إيزين في تشاد، إيشان أي واحد بلغة كو رخيص وعلى حسب قدرته. هذا وتجدر الإشارة بأن عمالة الطاولة المستديرة تستمر 3 أيام.